السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. معانا قراءه جديده وحصريه لبرج الدلو، نزلنا على القناه، نزلنا قراءه فنجانك، ودي قراءه جديده وحصريه ان شاء الله تكون فيها توقعات جديده لشهر ديسمبر، ويقدم لك اللي انت تكون محتاجه. ما مطلوب منك يا برج الدلو تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وتكتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. لو انت بتعاني من قرين، تبيعه، سحر، اي حاجه، اكتب تم يوصلك العلاج على قناتنا التانيه، اكتب تم ونبعت لك اللينك. طيب نشوف بقى توقعاتك يا برج الدلو. انا عارفة ان انت اليومين دول مهموم وعندك بعض الامور اللي خانقاك. الدلو بقي عصبي اليومين دول علشان زعلان من اللي تحظه، وفي نفس الوقت زعلان من اللي في قلبه. قلبه فيه حكايات كتير، فيه كلام كتير، وده اللي هنتكلم فيه مع بعض. اول حاجة، انت عندك خطوة للامام. انت عندك هنا اليومين دول توتر مخليك مخنوق بسبب الحيرة اللي بينك وما بين شخص. في تراجع عندك وفي كلام كتير، في نميمة ورا ظهرك يا برج الدلو. عايزك تحذر وتخلي بالك من اشخاص جايبين في سيرتك، فللأحسن ان انت ما تديش الامان لاي حد، علشان في ناس كتيرة جدا ناوية تستغلك، في ناس كتيرة جدا مش حابة المكانة اللي انت فيها، وعلشان كده غيرانين منك وحاسدينك على كل اي حاجة في حياتك. عندك فترة تغيير، فترة حاجة معينة هتفاجئك في حياتك، هتلاقي بعض الحماس، هتلاقي بعض الشجاعة، هتلاقي بعض الأشخاص اللي هيقفوا جنبك وهيسندوك. اليومين اللي جايين هيكونوا فترة راحة ليك، عايزاك تشعر بالاستقرار، وعايزاك تستفاد من كل فرصة هتتقدم في طريقك الأيام اللي جاية، وبلاش تاخد قرار في موقف صعب علشان خاطر ما تحسش بالتوتر وعدم الاستقرار. هتبدأ تستعيد ذكرياتك، تعيد حماسك، تبدأ تستعيد حاجات كتيرة جدا في حياتك. انت عندك افكار بتحاول تطلعها من حياتك، دخلت في طاقة سلبية، وده بسبب الدين اللي عليك او بسبب الضغط النفسي اللي جاي لك من بعض الاشخاص اللي مش حاسين بقيمتك في حياتك. معروف ان برج الدلو روحانياته عالية، بيكشف الناس على طول من غير كلام ولا من غير لعب. والايام اللي جاية هتقعد كده، بس بلاش تلعند يا برج الدلو، وخلي بالك من شخص خاين متسلط بيجيب في سيرتك وبيتكلم عليك من ورا ظهرك، وانت طبعا مديه الامان وبتقدم له الحب كله، بس هو شخص مش كويس، عايز يصدمك وعايز يوقعك في حاجات سلبية. وخلي بالك من السر اللي هينكشف قدامك الفترة اللي جاية. انت تعبت، ضربات، كفاية بقى صدمات، سيبوني اعيش مع نفسي شوية. كلهم كدابين، اكلوا حقك وظلموك وتمردوا عليك، حواليك ناس شياطين بيلعبوا دور الملايكة، بس ما تقلقش، عندك انفراجة حلوة وعندك انطلاقة جديدة. هنا كمان يا برج الدلو انت تعبان جدا من حمل كبير شايله، بس ولا عارف تشتكي ولا عارف تتخلص منه، شايله وماشي وساكت، بتلملم اوجاعك وبترميها ورا ظهرك عشان خاطر حاسس ان في عراقيل كتيرة جدا واقفة في وشك. الفترة اللي جاية دي تخلي بالك وتنتبه، عشان هيكون عندك تقدم حلو، ومش كده وبس، كمان ده هيكون عندك امل في بكرة، علشان عندك رجوع في ايامك اللي جاية. عندك علاقة مع برج الكوس، هترجع لأيام اللي جاية وهتكون أيامكم حلوة بإذن الله، علشان انت عندك طاقة رجوع. شايفة كمان ان انت هنا هيكون عندك حاجة حلوة، يعني انت كان عندك علاقة مع برج الكوس وحصل زعل، ان شاء الله هيحصل صلح، علشان هيكون في تعويض جذري لحياتك الأيام اللي جاية. انت دايما بتحاول تخرج من اللي انت فيه، بتحاول تشوف الحاجة اللي انت بتحبها وتعملها، بس من كتر الحزن والضغط النفسي اللي عليك ما بقتش عارف تعمل ايه. اتظلمت من ناس كتيرة جدا، انت وقفت جنبهم وساعدتهم، ولما انت وقعت ما لقيتش حد جنبك ولا لقيت اي حد معاك، عليك دين نفسك تسده، بتحاول تشتغل على نفسك، بتحاول تعمل كذا حاجة في حياتك علشان خاطر حياتك تتحسن. حاسس ان انت مضغوط، حاسس ان انت مطعون، ما بقتش قادر
تحكي لحد ولا تتكلم مع حد بسبب الغدر والخيانات اللي انت فيها. عندك أسئلة كتيرة جدا محيراك، بتقول يا رب أنا هفضل كده لحد امتى، ده أنا مظلوم ومغدور. مش كده وبس، كمان ده في موضوع شاغل بالك، انت منتظر تسمع حاجة عنه، منتظر حاجة تسمعها عن الموضوع ده. ما تقلقش، هتسمع اللي انت عايزه وهيكون في خير ليك. شايفة لك كمان انه في برج الثور، يا برج الدلو، بيحبك، برج الثور بيحبك جدا وبيحاول ان هو يهتم بيك، بس انت دايما يعني مظلوم. برج الدلو، انت هنا مستني حمل، مستني ذرية صالحة، مستني تخلص ورق، مستني حاجات معينة في حياتك اللي انت مستنيها تحصل عليه بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. شايفة كمان ان انت عندك خوف غير طبيعي على حاجة معينة في حياتك، خايف عليها قوي، بس ما تقلقش، الحاجة اللي انت خايف عليها دي هيحصل عكس، يعني انت هتحصل عندك خير. شايفة كمان يا برج الدلو، هيكون عندك عدالة الأيام اللي جاية في حياتك وهتحصد خير. انا عارفة ان انت حصدت غدر كتير، بس حان وقت ان انت تحصد خير، حان وقت ان انت تبص لحياتك بشكل مختلف. وعايز اقولك كمان يا برج الدلو، ان انت تحذر من طرف تالت بيتدخل في حياتك بطريقة مش كويسة وعامل لك مشاكل وعراقيل ودايما بيوقعك في حاجات مش كويسة. شايفة كمان ان انت هنا في ناس كنت بتحبهم راحوا منك، هيرجعوا لك الايام اللي جاية. طيبة قلبك هي اللي دمرت حياتك ودمرت مستقبلك وخلتك دايما خايف، بتحلم بكوابيس رهيبة، حاسس ببعض الخوف، ببعض الغدر اللي في حياتك، دايما بتقول يا رب، دايما بتقول يا رب انصرني، انصرني على من عداني. اعدائك حواليك كتير يا برج الدلو، الاعداء حواليك اكتر من حاجة، اكتر من حاجات كتير، يعني انت حواليك اعداء لدرجة ان انت مش عارف ولا قادر تاخد نفسك اليومين دول، عايز بس فترة راحة وعايز ترتاح شوية من كتر الضغط والهموم اللي انت فيها. كنت عايش حياتك ومبسوط وكنت راضي بالمكتوب، بس جالك اللي اذاك وجالك اللي ظلمك وخدك من حياتك البسيطة الجميلة وقلب حياتك لجحيم، لدرجة ان انت بتعاني من حاجات كتيرة جدا في حياتك ومش عارف تعمل ايه، وبتدعي ربنا دعية مختلفة، بتقول يا رب عافيني في جسدي، حاسس ان ربنا بيبتليك، حاسس بحاجات كتيرة جدا تعباك، عندك خزلان من كل الناس. يعني دخلت في فترة يأس، يأست من حاجات كتيرة جدا يا برج الدلو انت، ومن حاجات ما كانش ينفع ان انت تيأس منها. انت كتوم جدا يا برج الدلو، وما بتعرفش تتكلم ولا بتعرف تعبر عن اللي جواك، ودايما بيكون عندك حظ قليل في بعض حاجات في حياتك، بس ده كله ما يدلش ان الدعوة اللي انت دعيتها لربنا استجابها وهيكرمك بيها. الفترة اللي جاية دي هتستقبل ايام حلوة في حياتك، هتستقبل تغيير على جميع اوضاعك، هتستقبل امور جميلة جدا، وهيبقى في حظ في حياتك بفضل ربنا. ده مش كده وبس، كمان ده هيكون عندك دعم في حياتك، وهتاخد قرار حلو جدا، وهتكون مميز عن اي حد بسبب الخطوات اللي انت هتخطيها في حياتك. انت دايما بتكسر الروتين، دايما بتكسر التقاليد، دايما عايش حياتك على مزاجك، ما بتحبش حد يعيشك على مزاجه، بتدعم كل الناس بس ما بتلاقيش حد يدعمك. برج الدلو دايما عنده اشتياق ولهفة، عنده دايما كده، عنده كده انطلاقات جديدة، دايما بيدخل نفسه في حاجات جديدة، بس انت اليومين دول حاكم على نفسك بالاعدام يا برج الدلو، اليومين دول حاكم على نفسك بالاعدام، ولا عايز تتكلم مع حد ولا حد يتكلم معك، عايز تفضل لوحدك في كوكب احلامك ومحدش ليه دعوة بيك ولا حد حتى يسأل عليك. انت ما بقتش عارف انت عايز ايه ولا نفسك في ايه، كل اللي انت عايزه ان هم يسيبوك في حالك ومحدش يتكلم معاك. حاليا انت بقيت كاره النقاش، بقيت حاسس انه في حاجات كتيرة جدا ملهاش لازمة، بقيت تريح دماغك علشان عارف ان دماغك وجعتك جدا، ودماغك وراحت جسدك ليها حق عليك، ليها حق ان انت تريح عقلك وتريح تفكيرك شوية علشان خاطر انت خايف من حاجات كتيرة جدا. طول عمرك عايش وانت قلبك ابيض ونظيف، بس دايما عيونك مليانة دموع وخايف من بكرة، وعايش في كوكب الندم، عايش دايما حاسس ان انت دايما في حاجات كتيرة جدا مزعلاك ومخلياك ندمان يا برج الدلو بسبب الغدر وبسبب المشاكل اللي انت فيها.
انت عندك دعوة حلوة الايام اللي جاية، وعندك حاجة هتفرح قلبك وهتشيل الزعل اللي جواك اللي بقالك فترة عايش بيه، هتحصد خير. بس انت قول يا رب وتخطى المشاكل اللي انت فيها دي، واكتب على فرحتك وداري، وما تتكلمش معاها اتكلمش مع حد عليها. اليومين دول انت يا برج الدلو حابب الوحدة جدا، مش حابب ان انت تتكلم، مش حابب حتى تعبر عن اللي جواك، مش حابب تعمل اي حاجة في حياتك ابدا. بدأت تقول خلاص انا هبدأ اشتغل على نفسي وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي اذاني وجاب سيرتي. عندك نميمة يا برج الدلو، حد جايب ناس غيرانة منك فجايبة في سيرتك، ودايما طول ما هم غيرانين منك فلازم يجيبوا في سيرتك. انت روحانياتك عالية جدا، عندك ربط احداث رهيب ببعض، وبتشوف الحاجة قبل ما بتحصل، قبل ما بتحصل كده بتروح شايف الحاجة وتبقى عارف انه في حاجة في حاجة هتحصل. بس في حاجة كمان ملخبطة حياتك وعاملة لك بعض العراقيل في حياتك يا برج الدلو. ده مش كده وبس كمان، ده انت عندك هنا حاجات مخلياك متضايق ومخنوق، وبدأت تقطع علاقاتك مع بعض الأشخاص اللي ملهمش أي حاجة إن هم يدخلوا حياتك. شايفة كمان إن أنت هنا في حاجة معينة الأيام اللي جاية هتعملها، هتكون فخور بنفسك جدا وهتبقى منفرد عن الآخرين. ومش كده وبس كمان، ده أنت هتكون مميز وهتكون في حالك وهتعمل اللي أنت عايزه مدام في الصح. بدأت تركز على حياتك، بدأت تركز على نفسك، أنت أنيق جدا، بتحب الحياة وبتحب الأوضاع، بتحب حاجات كتيرة جدا. بس حاول تتحكم في أعصابك الأيام دي، عشان هيكون عندك لقاء مع من تحب، واللقاء ده لازم تتحكم فيه بشكل مختلف وبشكل خاص. أنا عارفة أن الفترة دي يا برج الدلو كلها ضرب في حياتك، كلها انهيار، كلها زعل، بس الأيام اللي جاية هيكون عندك سفر وجاي لك أخبار سعيدة قريب جدا، هتحللك المشكلة اللي بالك مشغول بيها وطول الوقت عمال تفكر فيها. انت بالك مشغول بعدة المواضيع، اللي يفتح دماغك يا برج الدلو هيلاقي أسلاك مربوطة ببعض بسبب الضغط النفسي اللي انت فيه وبعدة المواضيع اللي مش عارف تتخلص منها. وحياة الخنقة اللي انت فيها دي يا برج الدلو ربنا هيكرمك وهيسعدك، بس انت دايما خليك واثق بربنا ان ربنا فعلا هيكتب لك الانفراجات الحلوة اللي انت عايزة. انت دايما مهموم ودايما مش لاقي ولا راحة ولا سعادة مع من تحب، اللي بتقول عليه حبيب بيطلع خاين وبيأذيك بطريقة مختلفة، وده هو اللي زعلان عليه، زعلان على عمرك اللي ضاع على ناس ما تستاهلش، زعلان ان انت دايما كنت بتقول الاشخاص دول كويسين وفي الاخر طلعوا ملهمش اي لازمة. حبيت الوحدة جدا، حابب ان انت تعزل بينك وما بين البشر، حابب ان انت خلاص تكون لوحدك، مش حابب ان انت تتكلم مع حد ولا حد يتكلم معاك من كتر الصدمات اللي انت مريت بيها، ما بقاش في حاجة تعافي عندك. عزة نفسك عالية جدا وبتصبر وبتستحمل وحمال أسية، ودايما الناس كلها حسن الظن فيك، دايما بيظنوا فيك وبيشكوا فيك، مفيش حد بيشكرك يا برج الدلو، مفيش حد بيشكرك، انت مش محتاج حاجة من حد، بس محدش بيشكرك، ودي طبعا حاجة وجعاك جدا ان انت دايما بتقدم لهم الخير ما بتلاقيش منهم غير الشر. حاجة عاملة لك طاقة توتر وطاقة حيرة، نفسك تلاقي كلمة شكرا من بعض الاشخاص اللي في حياتك. بس ما تقلقش، مهما 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 كنت حزين، مهما كانت المشاكل متراكمة عليك، فالايام اللي جاية هيكون في انفراجات وهيكون في انطلاقة حلوة. عديت بغدر كتير، بس دي كلها ايام. شايفة كمان ان انت الايام دي هتثبت وجودك وهتحدد مصيرك بإذن الله، وهتتعامل بجدية شوية وهتلخص بعض الحاجات اللي في حياتك، وهتبقى عندك فرص كتيرة جدا، بس حاول تستغلها. أديني بقولك يا برج الدلو حاول تستغلها. شايفة كمان ان انت هنا بتحلم بأحلام مزعجة، بتحلم بشوية حاجات مضايقاك ومخلياك مخنوق ومخلياك متضايق ومتوتر. ده مش كده وبس كمان، ده انت فيك ميزة، يعني ميزة غريبة، ان يعني بتسيطر جدا على اعصابك في اوقات معينة وبتسكت وبتكون هادي، رغم ان انت بيبقى جواك انفجار، بس بتسكت وبتستحمل عشان خاطر بتقول انا عايز اشوف اللي قدامي ده اخره ايه. اختياراتك في حياتك صح، بس اختياراتك في الناس اللي بتدخل حياتك ده غلط.
دايما يعني اليومين دول انت ما بقاش عندك ثقه في حد بسبب الضغط اللي انت مريت فيه. طيب الفتره اللي جايه هتقدم لنا ايه؟ هتقدم لنا تحقيق هدف معين في دماغنا، وهتقدم لنا قرار حلو اللي احنا خدناه في حياتنا، وهتقدم لك كمان دفع عن الخنقه بتاعتك وعن حياتك. شايفه كمان يا برج الدلو ان انت هنا شايل حمل كبير وماشي، وشايل مسؤوليه وماشي، وشايل كمان تعب حد على كتفك وماشي. في حد تعبان عندك يا برج الدلو وانت بتحاول تراضيه وبتحاول توسيه، بس مشكلتك ان انت مش عارف تعمل ايه، مش عارف تعمل ايه. عندك احتفال الايام اللي جايه حلو، احتفال حلو جدا. انت دايما عندك ذكريات مش بتفرقك ابدا. شايفه كمان ان الايام اللي جايه دي بتحاول تهدي اعصابك وبتحاول تعرف انت عايز ايه وتشتغل عليه. مش انا بقول لك محسود على طيبه قلبك حتى يا برج الدلو؟ طيبه قلبك اللي انت فيها دي محسود عليها. عايز اقول لك على حاجه، حاول تكتم في اي حاجه تفرحك، اكتم وداري، علشان خاطر من اسباب الحسد اللي انت فيه ان انت يعني ايه دايما بتبين كويس، دايما بتبين ان انت الحمد لله. وهم لما بيشوفوك كده بيقولوا ايه ده. شايفه كمان ان انت يعني فتاه الدلو حزينه جدا 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 الايام دي، علشان كانت مفكره ان هي غاليه عند ناس وعرفتهم على حقيقتهم، وده مخليكي متضايقه ومخليكي زعلانه ومصدومه جدا في كل الاشخاص اللي كانوا في حياتك. شايفه لكم كمان يا برج الدلو ان انت هنا هيكون عندك انفراجه حلوه وعندك انطلاقه جديده، بس احذر من اعداء، واحذر من نفاق واجتماع عليك، واحذر من غدر من غدر يعني مش سايبك في حالك، ومن واحده ست خبيثه حيه عامله وش الملائكه ووش الحب، وهي اصلا انسانه ملهاش اي لازمه. شايفه لك كمان ان انت هنا هتكون شاطر جدا ان انت تربح، وهتكون شاطر جدا ان انت تكسب، ومش كده وبس، كمان ده انت هتربح ارباح حلوه جدا الايام اللي جايه، وهتحسن من الدخل بتاعك بشكل ايجابي باذن الله، وهتغير من حياتك بالكامل، وهتفعل حاجات كتيره جدا مختلفه ما كانش حد بيفعلها ابدا. ده مش كده وبس كمان يا برج الدلو، ده انت هنا هتبقى عندك انطلاقات حلوه واحداث حلوه الفتره اللي جايه، وهتحقق هدف من الاهداف. بس خلي بالك من انت مهما تروح ومهما تيجي في حد واقف لك ومش راضي يبعد عنك، في حد واقف لك. انت في علاقه كل ما بتخرجها من حياتك يا برج الدلو بترجع لك تاني، ولا عارف تتخلص منها ولا عارف تبعد عنها، بتقول لك انت مهما تبعدني عن حياتك انا موجوده لك ورصده لك. خلي بالك ان الايام اللي جايه هيكون في اعتذار من حد هيجي ويعتذر لك، والقرار يا برج الدلو هيكون قرارك، وانت اللي هتقرر اذا كنت تكمل في العلاقه دي او تنهيها. شايفه كمان ان نهارك بقى ليل وليلك بقى نهارك، بقيت حاول ان انت مش عارف انت تعمل ايه. مشكلتك يا برج الدلو ان انت بتاخد كل حاجه على بتاخد كل حاجه بحساسيه، وعشان كده دايما بتلاقي نفسك حزين ومتضايق ومخنوق. واجمل ما فيك يا برج الدلو ان انت خيالك واسع جدا، دايما بتحلم، ودي حاجه كويسه. عارف انت عارف يا برج الدلو ان انت من اكتر الابراج اللي طيبه جدا، ومن اكتر الابراج اللي الناس بتستغلها بطريقه رهيبه، بيستغلوكم في كل حاجه يا برج الدلو. فحاول ان انت تحصن نفسك بنفسك، وحاول تخلي بالك من نفسك، علشان القريب منك بيعيش قصه حلوه ودايما حاسدينك انت على اي حاجه تدخل حياتك. انت كمان ما بتحبش النفاق ولا الكذب ولا الخداع، وهو ده دايما اللي انت بتكون متعرض له ودايما بتكون انت فيه. حاول تهدي نفسك وتهدي اعصابك، وما تفتحش على نفسك ببان متقفله. خاف على نفسك يا برج الدلو، ولملم اوجاعك وارميها وعدي وكمل، وعافر كل المشاكل اللي انت حطيت نفسك بيها دي، بمجرد وقت هتعدي وهتدخل في انفراجات حلوه وبزياده. شايفه كمان ان انت هنا مهموم وحزين من شخص كسر بخاطرك واخد منك حاجات انت كنت شايلها، ممكن يكون كمان خد حاجات في حياتك انت مش عارف. انت دايما عمرك ما كنت مستني حاجه من حد، ولا عمرك كنت تقيل على حد، دايما راسك مرفوعه وبتمشي وانت راسك مرفوعه، حتى لو مهموم وشايل حمل الدنيا كله.
الفترة اللي جاية هتكون استقرار لجميع حياتك، لجميع الأوضاع. راجل اداله، أنا حابة أقولك حاجة كده، فتاة اداله، أنت طبعا هتكوني متألقة ونص القراءة كانت تنطبق عليكي. أما راجل اداله، راجل اداله أنا شايفة لك واحدة ست بتتحاسبن فيك وبتقولك حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، وعلشان كده أنت مهموم ومتخان واغلب الوقت مصدع، وكمان اغلب الوقت مش لاقي حظك مع احبابك. فعلشان كده لازم تهدي اللعب شويه، وبلاش عند عشان ما تخسرش حاجات كتير انت مستغني عنها. فيا ريت لو انت ظالم حد او واخد حاجه من حد، يا ريت ترجعها له، او يا ريت تعتزله، او تعمل اي حاجه علشان خاطر ربنا يفتح لك الابواب اللي مقفله في وشك، وكمان ربنا يرزقك ويكرمك. فتاه اداله، انت هتكوني متالقه وهتكوني احسن بحال باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، وهتبعدي كل المشاكل دي عن حياتك، وكمان هتخش في فتره مختلفه.